ربما يتأخر عنك ما يسعدك، أو يبتعد عنك شيئا كنت سعيدا بوجوده، ولربما تبقى حزينا لفقدانه، ولكنك تصبر وتثق بأن أجرك لن يتأخر، وأن بقدر صبرك سيأتي فرحك. ودائما تذكر إن مع العسر يسرا، وإذا رأيت الله يحبس عنك الدنيا تبسم، فإن الله ما أشقاك إلا ليسعدك، وما أخذ منك إلا ليعطيك، وما أبكاك إلا ليضحكك، وما حرمك إلا ليتفضل عليك، وما ابتلاك إلا لأنه يحبك. فكن صابرا وثق بالله واطمئن.